السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في بيت الأخ الطيب الأستاذ بن البصيلي. هذا البيت جئنا إليه بفضل الله جل وعلا من أجل توضيح عدة نقاط كانت عالقة بين أخي أبو ناصر وبين أخي بن البصيلي، بل قل بين الكونفدرالية وبين الرابطة. ولا شك أن الكونفدرالية والرابطة قوة عظيمة بفضل الله جل وعلا في هذا البلد لإصحاح السير، وكذلك لدعم المعالجين عامة، لا نقول الرقاة وإنما نقول العلاج بصفة عامة، العلاج النبوي الأصيل بفضل الله تعالى. فتبين بفضل الله جل وعلا على أن أخي أبو ناصر لا يحمل إلا الخير لأخي بن البصيلي، وبن البصيلي كذلك لا يحمل إلا الخير لأخي أبو ناصر، وبالتالي فكل من الرابطة والكونفدرالية بفضل تعاهدا على الدعوة والخير والنصح والمساعدة للمجتمع المدني بشكل عام، وهذا هو الواجب الذي من أجل الدولة وضعت الثقة سواء في الكونفدرالية سواء في الرابطة أو سواء في الجمعية. لا بد أن تكون من بصمة بإذن الله تعالى. الغيور على المجتمع المدني أقبل، الذي يريد الإساءة أرجو أن تنصرف، لأن لا مكان لك بيننا، نحن نسعى في الصلح. من أجل هذا جئنا من الدار البيضاء، قل جئنا من مراكش بفضل تعالى إلى مدينة أكادير، هذا هو الأصل. ثم لا شك أن كل متبع بفضل تعالى يعلم القضية التي كانت قبل أسابيع أو قبل شهور، حينما جاء الشيخ الحبشي إلى مدينة أكادير من أجل الإصلاح، ونؤكد على هذه الكلمة لأن ما التقينا إلا من أجل الصلح. ولكن للأسف الشديد حصلت أمور لم نكن نعلمها، بعدما أكدنا على الشيخ هنا أن يجيلنا عدة نقاط، ثم بعد ذلك حينما سافر رأينا عدة خرجات. الإخوة خرجوا بشهادات، فاتهم بعضهم أنه شهد شهادة زور، وبعضهم ربما رمي على أنه كان تحت تأثير صدمة الموت. والإخوة تناقشوا الآن بفضل تعالى في هذا المجلس لساعات بفضل تعالى ما حصل بالتفصيل في اللقاء الذي كان في هذا البيت. فأترك المجال للكاتب العام أخي عبد القادر حفظه الله تعالى، ثم الحضور التي ترون الآن كلهم كانوا من جملة الحضور الذين شهدوا المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى. فتفضل أخي عبد القادر حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه. أولا أخي ربيع، هذه الأمور التي حدثت والله تحز في النفس. نحن كانت نيتنا الإصلاح، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم مريد للخير لم يصب. نحن صراحة لم نصب الخير، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجزينا بنيتنا. للأسف ما كنت أتوقع من الشيخ أن يقول ما قال، وأن يتسبب في هذه أو في هذا الشرخ وفي هذا الصدع الذي وقع بين الرقاة. والله حقيقة كنا نتمنى أن يجتمع الشمل أو يلتم الشمل على يديه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحقيقة كلام كثير، ربما لا يسع هذا الوقت القصير لسرده ولقوله، ولكن لا بد من تبيين بعض الأشياء التي حزت في نفسي أنا. أولا أنا أقول للشيخ الحبشي: ما هكذا يسع لتورد الإبل حقيقة؟ لماذا؟ أولا ليست من أخلاق الشيوخ ولا من أخلاق الدعاة، بل حتى من أخلاق يعني المسلم أن يتسبب في الفرقة وفي النزاعات وفي يعني الكلام الذي الآن يروج يعني بين الرقاة من سب وقذف وإلى آخره. إحنا كنا نتمنى أن يوضع الحد لهذه الأشياء، ولكن للأسف
وقع غير ذلك. من الأشياء التي أخذ على الشيخ أنه لما جلسنا هنا في بيت أخينا سيدي محمد، أول سؤال طرحه الأخ ربيع على الشيخ، قال له بين لي أخطائي بالأدلة وأنا أتراجع عنها. هذا كان أول سؤال، وهو مثبت في الفيديو الذي هو في حوزة الشيخ بدورنا نطالب يعني بنشره، لحد الآن لم ينشره، نحن نطالب بنشره كاملا. فهو يعني فيه كما قال الشيخ الغزاني شاهد لا يكذب، شاهد لا يكذب، إنه مسجل بالتاريخ بكل ما فيه، نحن نقول انشره بكل ما فيه. قال الشيخ فيه ابتسامات، فيه ضحك، فيه كذا، فيه كذا، نحن لا يهمنا ذلك، انشره بكل ما فيه حتى يتبين للعامة وللخاصة ما دار في تلك الجلسة، وهو شاهد يشهد بالحق على الجميع إن شاء الله تعالى. من الأشياء التي أخذ على الشيخ حقيقة أن الشيخ يقول لو أن يعني الرقاة المغاربة جمعنا منهم 500 ثم استخلصنا من هذه 500 10 نظن أنهم على صلاح وعلى فلاح وعلى تقوى، لبين لنا أخطاءهم، بل أخطاء كثيرة. يعني مفهوم كلام الشيخ أن كل الرقاة على أخطاء، على يعني يقعون في أغلاط وعلى غير بينة، لكن لماذا ذكر ربيع بالاسم وبالصورة وبين أغلاطه وأخطاءه ولم يبين أغلاط الآخرين بأسمائهم؟ إن كان منصفا فليفعل، هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل، وإلا فما بعد الحق إلا الضلال. هذه من جهة. من جهة أخرى، نحن الرابطة لما أتينا بالشيخ كنا نود منه أن يبين أغلاط الرقاة ويصححها ويصحح المسار وأن يضع منهجا يسير عليه كل الرقاة، لكن للأسف هذا لم يحدث وهذا لم يقع. كنا نتمنى، لأن ما دام الإخوة رضوه أو ارتضوه حكما، فكنا نتمنى أن يضع منهجا يسير عليه، لكن للأسف لم يقع هذا ولم يحدث. وتفاجأت أن يعني لما عاد إلى السعودية بيوم أو بيومين، يعني للأسف بدأ بالكلام على الأخ ربيع وباتهامه، والمشكل الأكبر أو الطمة أنه يناقش في أمور خاصة، أمور لباس، في أمور السفر، في أمور يعني الأمور أنا أعتبرها شخصية لا تهم الرقية ولا يعني ما تعطيهاش واحد القيمة مضافة أو لا تحقق للرقية شأنا. للأسف هذا يعني أنا في الأخير أقول يعني كلام كان لي كلام كثير في 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 ذهني، لكن يعني أنا استدعيت الآن أخبرون الإخوة يعني على حين غيره، كنت يعني كنت سأقول قولا كثيرا للأسف الشديد يعني، لكن الآن غاب عني كثير من الكلام. لكن آخر شيء أقوله، وأظن أن الإخوة جميعهم متفقون معي، ونحن طالب الشيخ أن ينشر الفيديو الذي سجله كاملا، لنقول له نحن ثقنا فيك، نحن وضعنا ثقتنا فيك، وأخذتنا كما قال ابن عمر رضي الله عنه من خدعنا بالله خدعنا له، ثقنا فيك، أنا عندي كاميرا وأخي محمد عنده اثنان لكن لم نسجل، وضعنا ثقتنا فيك لأنك قلت أنك ستسجل فيديو
ليبقى عندك احتياطا، لا تتخذه حجة، حتى أن الأخ رابع إذا تراجع عن كلامه نشرت تلك أقواله التي تراجع عنها. لكن للأسف أنك أنت الذي تراجعت عن كلامك ولم تقل الحقيقة، صراحة لم تقل الحقيقة كاملة. لهذا نرجو ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن تنشر الفيديو كاملا دون أخذ منه ودون بطر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي عقاب، أحسن الله لك على هذه الشهادة التي سوف تسأل عنها عند الله جل وعلا صراحة. جزاك الله، فأسأل الله تعالى يوفقنا للخير. شيخنا الوزاني، لا لا تفضل شيخنا الوزاني، بالدور بالدور حسن، تفضل خلاص تفضل تفضل. بسم الله. إن شاء الله بالنسبة للسيد رئيس الرابطة، السيد رئيس السيد النصيري بإذن الله تعالى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالضيوف الكرام في بيتي المتواضع كما أقول دائما. مرحبا بكم. وأنا صراحة لما جاءني اتصال من الإخوة جاءني من أجلي لم شمل المهنيين، ومن أجل العمل الجمعوي، ومن أجل الاتحاد، وفي الاتحاد قوة. هذا هو الهدف من هذه الجلسة الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يقوي هذه العلاقات. والحمد لله أنه كان فيه خير كثيرا بعدما تبين لنا وتحققت، تحقق قول الله سبحانه وتعالى في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ألا تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأخ أبو نصر صراحة وصلوا كلام كثير على أن محمد بلوصيدي يقول ويقول ويقول، وأنا شخصيا وصلني كلام كثير على الأخ أبو نصر يقول ويقول ويقول ويقول، حتى أنه بعض الأمور تافهة لا يقبلها العقل بلغتنا الآن، هي مضحكة. أنني قمت بأعمال من أجل الإطاحة بالإخوان في نصف اللقاء، نعم في نصف اللقاء بمدينة إنزكان، وهذا ليس من طبعي ولا يمكن أبدا أن يعني نقوم بهذه الأعمال الدنيئة وما تعلمناهاش وما تربيناش عليها. لا، لماذا؟ لأننا نؤمن بالعمل. أنا كرئيس الرابطة الوطنية بتعاون مع الإخوان في المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية نؤمن بماذا قدمت هذه الرابطة الوطنية، بماذا تتقوى الرابطة الوطنية في المملكة المغربية الشريفة، ليس بالإطاحة بالناس أو الخوف من الإطالة أخرى، بل بالعمل وبالعطاء. ومن ضمن العطاء اللي كتعتمد عليه الرابطة الوطنية أننا نقول جميعا بلسان واحد لا نقبل أيا كان أن يسيء لرقاة المغاربة، لا نقبل أيا كان مكانته في العالم أو في المغرب يسيء للشرفاء المغاربة. كعمل جمعوي وكإطار جمعوي، وكلنا الآن نتحد على هذه الكلمة، أننا نساند كل رقاه المغاربة والعشابين المغاربة والحجامين المغاربة أيا كان يسيء لهم ظلما وعدوانا. ومن ضمن الإساءات اللي بلغتنا أنه الآن أصبح يوسف الراقي المغربي الشريف لولله الحمد أعطى العطاء في العالم، وبين الصورة الحقيقية للرقاة المغاربة في العالم أنهم يعتمدون على السحر ويعتمدون على الكذب وكذابين ونصابين وهذا لا نقبله، هذا لا نقبله بتاتا، خصوصا ممن يدعي أمور كثيرة في العالم. لكن مع الكامل الأسف أن بعض الإخوان يساندون هذا الأمر. إذن بما أننا ناقشنا أمور كثيرة في هذه الجلسة ورجعنا لأمور القديمة بخصوص الفيديو والمقطع الذي سجله الشيخ اللي كان ضيف
عندنا ولا أزيد ما قاله الأخ ديالي، اللي كنا نتمنى أن بفضل الله عز وجل وبتعاونه يكون لم شمل الرقاه في المملكة المغربية الشريفة، وإعطاؤهم منهجا أو طريقا يمشيوا عليها في المملكة المغربية الشريفة لتكون صحيحة، لكن كان عكس ذلك. فأنا أقول أنني أقر ولازلت متمسك بالشهادة ديالي اللي قلت، رغم أنه قيل عني أنني كنت تحت تأثير يعني مصاب جلل كالموت، وهذا لا يمكن أن يكون ما دمت أنني خرجت من جنازة ولا ونحن نعلم لا موعظة بعد الموت. صح. لا يمكن أن أشهد شهادة الزور وأنا خرجت من جنازة وخرجت من موت، حتى إن كنت كذابا منافقا خرجت من موت، لا يمكن أن أشهد شهادة الزور أو أن أكذب أو أكون أو تؤثر في هذا المصاب الجلل وزيره يعني. وأضيف أنني ما كنت في جنازة، أنا جاءني خبر مكالمة فقط أن جار والدي لقد مات، وهذا الرجل كان يأخذ والدي إلى المسجد ومات، فقط مكالمة في الهاتف رحمه الله. أشهد شهادة الزور أو أكذب، هذا لا يمكن. أنا قلت الحقيقة ولا زلت متمسك بالشهادة ديالي ولا أزيد، وعندي ما أزيد وعندي كلام كثير أزيد، ولكن لن أزيد على هذا الأمر حتى يأتي، ربما لا نحتاج أن يأتي وقته، ولكن إن أتى وقته سنتكلم. ما كنت لأتكلم عن هذا الموضوع، ما كنت لأتكلم والله أشهد الله، لأن جئتم عندي من أجل الصلح معكم في ديرانيا، لكن تكلمت لأن الشيخ تكلم في فيديو أخير عن الرابطة الوطنية، وبلغني أنه قال نشر الفيديو سيسيء للرابطة. أنا أقول أنشر الفيديو مرحبا، أنا أريد الإساءة للرابطة بهذا الفيديو إن كان سيسيء لها. أنا أتمنى إن كان هذا الفيديو سيطيح بالرابطة ويسيء بالرابطة، نريد نشره كاملا. ما كنت لأتكلم لو لم يتكلم المعني بالأمر عن هذه الأمور في فيديوهات جديدة. قلنا والحمد لله انتهى الأمر وهدأت الأمور، وهذا شهر التوبة والغفران، وشهر يعني شعبان الذي ترفع فيه الأعمال، سينتهي الأمر، لكن نتفاجأ بأمور أخرى جديدة. فما رغم أنني كنت قد وعدت أن أخرج من هذا الموضوع، لكن ما دام أنني رئيس ومسؤول عن مجموعة من المنخرطين هم رقاه مغاربة، أنا مسؤول أمام الله أن باش يتوصفوا بالسحرة، لا نقبل ذلك، لا نقبل ذلك أن يتوصفوا رقاة المغاربة بالسحرة، ونحن نعلم أنهم أعطوا عطاء كبير في العالم وأعطوا عطاء في المملكة المغربية الشريفة، وحاربوا السحرة، ليس بسحرة بل حاربوا السحرة، ولله الحمد أصبحوا يعني المشعوذون والسحرة كيديروا لهم ألف حساب. هذه نصرة للدين ونصرة الأسف. نحن نعلم أن هناك من يخالف الشرع وهناك، لكن نحاربهم كنحن كإطارات جمعوية، ومنهم من يتهم بي 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 بهذه الأمور يطلب الدليل ويطلب البرهان، يعني لا إشكال. نحن ولله الحمد كرابطة وطنية، وأختم بهذا الكلام، نحن نحب الجميع، كل من يريد الخير للرقي والرقاة، ولا أحد يتحكم في شخصي، وأقولها دائما، أتكلم مع أي كان في الإخوة وقلت وأكرر لست بعالم ولا شيخ حتى أحكم على أحد، أو أقول لا يجوز الكلام معه أو لا يجوز الجلوس معه أو كذا، حتى لا يأخذ أحد يعني هذه الجلسة ويؤولها. هذه الجلسة الهدف منها كان فقط للتوضيح هذه الأمور، لكن ناقشنا أمور كثيرة، فيجب علينا أن نقول كلمتنا، ألا وهي نحن دائما ندافع عن رقى المغاربة، ولا نقبل المساس بهم، ولا نقبل من أحد أن يتهمهم بالسحر وبالشعوذة وبأمور كثيرة سمعناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكلمتي أخوتي أخواتي أعزاء لها ذوق آخر واتجاه آخر، فحضوري
مع هذه الزمرة الطيبة في بيت الرئيس بالسليبي معي اسم أخ اللي هو يعني محور الصراع الدائر بين الرقص وهو أخ ربيع. كلمتي كما يلي: أولا، أنا لست عضوا في الرابطة، ولست راقيا، ولست حشاما، أنا بصفتي أب روحي لرئيس الرابطة، أحبه ويحبني، فإذا زال هذا الحب لا ترى يراني أحد في مكان فيه الرئيس، لكن وجودي هو حبي له. وما كانت شهادتي السابقة بطلب من الشيخ ربيع أو غيره إلا لأنني رأيت ابني يتكلم في صورة حزينة جدا، وتألم المئات من الناس وأرسلوا إليه مكالمات يقولون له: من الذي آلمك وأحزنك؟ فمن الذين تألموا أنا. فقمت كذلك أشهد بشهادة الحق لما دار بيننا في مكان في بيت الرئيس، وما شهدنا إلا بما علمنا. الأخ الحبشي والأخ ربيع إخوة في الله، قادر الله تعالى يوم القيامة يسمح لهم ويقول لهم: ضعوا يدكم بعضكم في بعض وادخلوا الجنة معا. ما دخلنا نحن؟ هذا الصراع سينتهي. ولكن الذي يعجبني وأنا أقولها لا ضررا بالشيخ الحبشي، وهو الأخ ربيع مرارا وتكرارا أسمع منه كلام أدبي في حق الشيخ. لحد الآن اليوم في هذا اللقاء تكلمت معه، فوالله ما سمعت منه أنه قال فيه. فبمعنى أننا لو بحثنا شوية في العمق لوجدنا أن الشيخ ربيع يريد الصلح وإزالة الخلاف، رغم ما وصل إليه من طعن ولعن وشتم وقذف وإلى آخره. وكذلك ولهذا أنا أوجه كلمتي إلى الشيخ الحبشي حفظه الله، أقول له: يا شيخ، أنت والأخ ربيع إخوة في الله، فلماذا هذا الصراع؟ انقسم الحدة وزول ما زلت تنشره إلى الآن، لعله أنا ما زلت أسمع صندوق شيء، ولكن يقال بأن فيه إساءة لأخ، فهذا لا يجب أن يكون، وخصوصا نحن في شهر الحرام ومقبلون على رمضان، رغم أن هناك البعض يقول رمضان والأشهر الحرام يجوز القتال فيها، لأن الله تعالى قال: يسألونك عن الشهر الحرام يقول قتال أي كل قتال فيه كبير وإلى آخره، لكن ذلك مع الكفار والمشركين. أما ربيع وأنت فأنتم إخوة، فلماذا هذا الصراع؟ نحن حضرنا في الجلسة في الدار ديال الرئيس من البصيلي، وديك الشهادة اللي قال البصيلي قلت أنا والله ما فيها غرام ديال الكذب، وهذا خير دليل، وهو أنني قلت الشاهد اللي كان من بيننا لا يكذب هو ذاك الفيديو. لكن شيخنا العزيز إن كنت تسمعوني، أنا على رأي رئيسي والأخ ديال عبد القادر، انشر ذاك الفيديو ما خسر والو، ولكن ما تزول منه ما والو، كما قالوا لك الإخوة بزوج، نشر ليكون لك فضيلة. حنا سمعناك في الجلسة تقول للأخ: يا ربي عندك أخطاء ومسجلة وصوت وصورة، لكن ما الزمن الآن لا يكفي، وأنا جيت من أجل كذا، واللي مشى متأخر و و و و واللي بغى يتكلم معي في الإيمان وكذا، يا أخي هذا الشيء يهمكم أنتم. لكن شيخنا العزيز الله يجزك بخير، ربيع لحد الآن لا يكن لك إلا الخير، نيته حسنة وطويته والله نبيلة جدا. أنا ماشي كنشكر حد قدامي، لا، بل أقول ما سمعت منه أنه ما أراد هذا الفتنة بينه وبينك، وإن كان أن هناك أقوال تقول أنت شيخنا العزيز يعني ما أنت إلا آلة مسخر من الطرف المعادي للأخ ربيع، هذا يقوله الأغلب يقولون هذا الكلام. والدليل شيخنا الفاضل وهو أنك يقول، اسمح لي أنا راك نقص الصورة، يقولون أنت جئت متفقا مع الرئيس البصيلي مصرحا، لكن شيخنا الفاضل لما جئت من المغرب وحضرت ذلك الجلسة انقلبت مما جئت من أجله إلى مواجهة ربيع فاس فاس باللغة الفرنسية، يعني مواجهة مباشرة، فكان الجميع يرون أن الطرف الآخر أزيح وأنت مثلتهم في الصراع. إذا شيخنا الفاضل لا تأخذ مني أنني أنصر الأخ ربيع عليك، لا،
نحن نحب الحق وأن يتراجع الإنسان وأن يعود وأن يعود. الله تعالى يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. حاولوا الله يجزيكم بخير. رابع راه لحد الآن يحبك لقرآنك لدينك لسنتك لانتسابك إلى منهج السنة الحمد لله. لكن شيخنا الفاضل ماذا تربح أنت وله وله وأسقطك أو أنت أسقطته أو وبقي واحد في الساحة منكم ماذا تربحون؟ لا تربحون شيء. الرابح وهو إبليس لعنة الله عليه. إذن شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا لكي يعني تساهم في إتمام الفضيلة التي بنى عليها الأخ بالبصيري يعني فكرة الفكرة ديال الرابطة المباركة اللي هي من أجل أن تكون رابطة يعني فاتحة الخير وداعية إلى الله ومصلحة ومثقفة و فحاول الله يجزيك بخير أن تزيح كل العقبات في وجه هذا الصلح النبيل. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لو أن الشيخ مثلا هو قدامي ربيع حضر الطرف الآخر وهو وكان بينهم يعني مشاحنة ولم يقبل الشيخ ربيع لم يقبل نهائيا وتجبر وتعنت وكان معاندا. أنا ذلك الساعة أحييك شيخنا وأقول لك قم مكانهم وصارع ربيع إلى أن تسقطه. ولكن هو سمعنا منه يقول يا شيخ ذكرني بعيوبي أنا مستعد أتنازل ولا تنسى تلك الدموع التي كان يمزح أمامنا. وهذا ليس خوفا منه أو خجلا أو فشلا وإنما هو احتراما لك شيخنا الفضيل ولقدرك ولعلمك ولأنك من بلد رسول الله وجئت ضيفا. فهذا يعني شيخنا الفاضل ما في شعبتي وأستسمح. وأنا لازلت أكرر والله والله لو كنت بيننا الآن لأرغمت ربيع أن يقبل رأسك ويقبل يدك لأنك شيخ أكبر منه. والحمد لله وأنت عندنا شيخ كما بغى يكون الحال عندنا فأنت عندنا تاج فوق رؤوسنا. وها هو ربيع يسمع والله إن نيته طيبة جدا وابن البصيري كلهم يحبونك في الله لكن ربما لا تعجبك كلمة رأوها منك خطأ فأصدعوا بها ربما. والإنسان المؤمن ما يتقلقش إذا سيدنا عمر كان دائما كيقول كيف سيدي كيقول رحم الله عبدا أهدني عيوبي أي ما كنت مشكل أنت لست نبي وأنا لست نبي لست نبي كلنا أخطأ. فالله يجزيك بخير شيخنا الفاضل حيث هذا الشيء كامل وحوله لابنه حياة جديدة بالصدق بالتوبة إلى الله. فالإخوان هذا كلهم يحبونك في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لنا ولكم ولجميع المسلمين. آمين الحمد لله. بارك الله فيك شيخ. تفضل أخي. ولو كلمة بسيطة مما علمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد الحمد لله ونشكره ونوفقنا نجلس مع هؤلاء الرجال الناس من هنا وبين في الكاميرا الناس أهل الدعوة أهل الدين وأهل العلم. مسألة أخرى تطلب من المشاهدين والمشاهدات لكي يعانوا من الألم في السيح والعين اصبروا لنا راه قد مساكن عليهم حروب كما قلنا من الشياطين ومن الماسونيات الأنجاس مهما تصالحوا مهما الأمور ضروري منها. مسألة أخرى والله أنا وقعت في فخ يعني فخ زوين ماشي شي حاجة اللي أنا كنت مسافر اتصل بيا سي أبو ناصر اليوم راح طلعت الجمعة كنقعدو نستراح شوية قال لي بلي غيدير واحد اللقاء هو وبالبصيري يعني ونعيم ربيع الأخ نعيم ربيع والسي عبد القادر السي الوزداني والسي إدريس. فسبحان الله العظيم فرحت شوفوا يا أنا كان أتكلم في القضية ديال كل شيء ديال الشيخ الحبش قلق شوف سبحان الله هذه واحد الفرحه اللي جايه من واحد السرعه كبيره كنعرفوا هما النموري ولا شي اسمها شحال كيمشي يقول لك شو يعني باش يجمع الله عز وجل بين ابو ناصر وبالاخ البصيري اللي كيطيح وينضو يجري ويطيح وينضو ديما المشاكل ديما الضغوطات ديما كما كتشوفوا راه البصيري خدام والاخ ابو ناصر اللي هو كيجري 14 طلع هو دول يعني هاد القضية اللي كتزي وتوصل للوقت أنا غنتكلم في الموضوع آخر مثلا هاد المجالس الجامعوي وهاد الخدمة ديال الجامعة ماشي سهلة
يجري هذا وجل. ولكن مشتهم أنا جوج اشتبهكم بالنسبة لي أنا بصفة الفرع ديال لكم بيدر عليها كف فاعت منه أنا فرح هاد الناس تجمعوا هو العجز بنوصي عليه وزمي تقول عاشر خير الله مرزاري هذا راه خير كبير الاخوان انا خير كبير وانا ما كثر ليا شي راه الحمد لله انا راه ما كيطلع ليا الدم شي راه قيلات ردوا عليا الاخرين ولا سبه او شوتيم او قيله ما قيل ضروري بحال اخنا عمر اصبر انه بدا في المقدمه دخل يجي مازال ما كان لي شي واحد كان ولا لا يعني دخل لي يجي مازال ما كاين ولا قال لك مازال ما جينيش فضروري من الحجر ويصبر كي كيقول التمره الشجر المثمر فالنقطه اللي بالنسبه لنا نفرحوا اروقات المغرب وخاصه ديالك ديال البادير وديال المراجع كلشي بان الى اجتمعت الجمعيه ديال الربيع الجمعيه ديال ابو ناصر والجمعيه ديال الفرع ديال ابو ناصر والسيم البصيلي وجمعوا التحدو الحمد لله الامور زينه لا مع الشعب لا مع الوطن لا مع الدوله مع لا مع حبيبنا الملك يعني الامور زوينه ماشي الطائفه هكا والطائف الى هذه القضيه راه فينا ما باقيش نتصنتوا اللي يقولوا قالوا لا والحمد لله راه ما بيننا حتى ماشي مشاكل ما كاينش حاجه اللي هي صحه ابو ناصر ما كيقولوا لا ما كاينش حاجه يعني ماشي هذا جال الصلح هذا غير لتجديد ما كاينش الصلح انا خاصني نصل مبين غير الناس كيوصلوا مبين الناس كيوصلوا كيسحبوا هذا هو الباب الاخر اذا وفقنا الجميع بخصوص الباب ديال استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ علي الحبشي ربما اكتفي بما قاله الاستاذ عبد القادر فكل من النقط اللي بيشير لهم اشار لهم انا نضيف بعض المسائل فالاستاذ عبد القادر الكلام اللي قال كاش عليه يعني ما مسألة اخرى ان والله يعلم تنظيم من الاخوه ما غادي نقول شي انا ربيع قدامه هو ما عيط ليش باش نشهد حيت بعض الناس الله يجيهم كنهضر على المشاهدين في التعليقات جاب هذاك وعطاه جاب هذاك شهدت ليه جاب هذاك عطاه البزاوه هو قدامه سول واش عطاني شي فلوس ما عطانيش الطياره يا حطاني في فابوريس طيب ما عطانيش هاد الناس كيقولوا انا انا كيعرفوا عليا الناس شرح ملح انا حتى والله ما قال لي من يتصل مع ابو ناصر والله لم يذكر لي خالد حبشي ولا شيء قالوا غيتفقوا غيجلسوا باش تجمع لنا حتى هو صديق الجمعيه اللي عندك الاخ باش يتجمعوا ثم قالوا بالمناسبه جاء ابو يحيى وقلنا له كلكم كاين ارا نقول اش دار ديك النهار قال اخوان الاخوان ضابطين عليا الاستاذ الرئيس الاستاذ الحاج الاستاذ الاخر هذا الشيخ الاخر هذا الشيخ طالبين مني باش نقول حتى انا كما الاخوه انا قلت باللي الكلام اللي قاعد بقدر كاش يعني ارجعوا الفيديو قاعد بقدر ثم المساله الاخرى انا اعوذ بالله من كلمه انا فلست حتى طويبين كل شيء الناس هنا انا تحت منهم انا طرف منهم نحن نطالب يا استاذ بالفيديو هذا الفيديو يقولوا 10000 كلمه ويحيك يقول الفيديو لان الفيديو غيصدمني انا ويصدم هو ويصدم هذا ويصدم الناس اللي كانوا الفيديو الشارع فقط هذا هو اللي غادي نزيد لك احترام مني ولي ربيع احترام مني ثم كلمه اخرى الله يجزيك بخير يا شيخ انت ما شاء الله اعلم منا وربما اول مره تسمع مني هذا الاحراج فالله سبحانه وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا حتى يؤذن لكم غير بوتيك اذا حتى هذه الكاميرا هذه بمجرد ما نحطوها يعني هي دخولك لبيت من دون استئذان حتى الاخوات والاخوان الذين يعملون التعليقات واعجاب اعجابك لفيديو ستسالين عنه امام الله مشاركه تأييد اذا هذا الفيديو السوي حير غادي تجلو السي الشيخ الوزير غادي تجلو السي الاستاذ غادي تجلو ما نحن لو قلنا شي حاجه كاع في هذاك الفيديو نحن لم يبلغنا ان الكاميرا تسجل الوزير واش قالها لك قبل قال لك غنسجلها قبل اما بعد هو الكلمه اللي قال اللي اكد لي فيها بانه اللحظه اللي غيسجل من اجل مساله واحده غادي يسجل الفيديو لانه تكلم مع لانه الاخ نعيم ربيع اللي غادي ينصحو باش ما يتراجعش الاخ نعيم ربيع على النصيحه اللي غينصحو هذه هي النيه علاش وافقنا على التسجيل طيب علاش بدا التسجيل طيب باش ناخذ لانه ملي غينصح الاخ نعيم ربيع ويرشده على الاخطاء ديالو مثلا باش الاخ ما يتراجعش تكون عنده حجه طيب. فقط طيب هذا هو الكلام سامحني طيب هذا النقاط مزيان بزاف باش نخرجوا من هذا الف طيب لا اعتقد ان اهل الدعوه والعلم والسمس والحكمه يحتجون بهذه الاشياء نصحته لا لله يقبل او لا يقبل ثم اننا نقول بالنصيحه لا تتحول الى جرائد وسلسلات لا كلام اهل العلم
لها شروط الحكمة والدعوة والبيان. أهل العلم، أهل العلم لهم نقط ولهم شروط وضوابط وأحكام. فلو خرجنا أن هذا الرجل دجال مشعوذ، هل نحول أيامنا إلى تضيع وقتنا عليه؟ ماذا يفعل العلماء والدعاة المخلصين لله؟ ماذا لو سمعنا الشيخ فوزان كيف يقول؟ ما كلمتين كذا كذا قال. لماذا إذا حولت النصيحة إلى حلقات وسلسلات وسلسلة، شوف شد بعضها، فتتحول إلى أمور حسابية. فلان كذا 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 خلاص يا شيخ وجدنا على نعيم ربيع، خلاص انتهى هذا الموضوع، أعطيني كلام. شوف لما سألوا ابن فوزان في موضوع، وقد سأل ابن باز، وقد سألوا في ابن عثيمين، رجعوا إلى ابن عثيمين في المغرب يوم الجمعة في نور على الضرب، فقال لهم الشيخ ابن عثيمين ربما أجاب هذا السؤال، أجاب عنه فضيلة الشيخ ابن باز، لا نريد منك أنت كذلك. شوف الاحترام اللي قلت أنا بقدر قاش، يعني صافي هذا الموضوع أنا معه فيه، لا ما نعود فيه، أنا غادي أجيب أمور أخرى. كيف يبلغ الداعي أو الشيخ الناس؟ والله ربما يعني شوف أنا أنصحك، أبين لك خطأ في فيديو واحد وأبين فقط يا شيخ هذا ليس لك يا شيخي. لو كنت أنا مكانك وعرضت علي المسائل، اتصل مباشرة بالمغراوي الشيخ المغراوي، اتصل مباشرة بالشيخ الشنقيطي، اتصل مباشرة بالبخاري، ويكون جمع مبارك في أكادير أو في مراكش، وأنت تبتهم، هم من يجرحون ربيع. ثم إننا أنا غادي نتكلم في الآخر، ثم إننا في زمننا، أقول في زمننا هذا لا تعد أو لا يعد الرد من عالم واحد، ماذا تقول لك حتى العالم، لا يعد الرد من عالم واحد على مجروح، بل نحتاج إلى هيئة من المشايخ، راهط ورهيب، من 4 مشايخ وعلماء إلى 10، حتى ساحة الجمهور تعلم، لأن هناك أمور وحسابات وأول. ثم المسألة الأخرى أنا عجلت في الكلام، وإلا في فيه نحن نحترمك ونحترم الأخ. أنا أقول بعض الناس يأتونك بوجه ويرجعونك بوجه، هؤلاء يسمون كالحرباء الذي يأتي بهؤلاء بوجه. لماذا أليس يحاسبون الله على الكاميرات؟ ألم يحاسب الله على التعليقات؟ نعم يحاسب الله، سيوقفك الله ويقولك لماذا عرضت وجه أبا يحيى على الصورة، فيديو صورة ثم خالفت الكلام. الشيخ الله يعافيه عنه وعليك تظهر صورة المقطع، هذه الصورة، فهمتوا معايا؟ صورة مقطع تجري نساء، يجري رجال، يجري، يدخل على الفيديو طفش، يجد الشيخ يتكلم. ما كيف نسمي هذه؟ يعني الصورة مخالفة، موضوع يعني شوية والله يعني كان استتاليت والله يجزيكم فيت وكفيت فأنا عبلا من كلمة أنا كنت أدخل تسمع الفتاوى اللي يتيم ابن عثيمين الشيخ الألباني كان شخص الله العالم العالم ديما بعيد. شوف النقاش اللي قضينا لك سألون تقول أسماء هذاك الشيخ كيد على هو يمشي يحاسبوا على 3 دقائق كيزو الشيخ الفوزان ويقولوا ما قالوا في طه، ويجيبوا العالم يقول طه، ويجيبوا القمو الدرس دوك كيدعوا بالسلفي، وقسم بالله اصحاب هذا القنوات اللي تحاسبوا، والسق الكلمه اللي هذو يقول هذا مبتدع، والسق الخالد والسق الشيخ الفوزان انه قال ربيع مدخلي مبتدع، ربيع مدخلي شيخ عالم طلابهم. المهم احنا بناخذ الموضوع، يعني البنت مسكينه قال سبع ولدها تحب الشيخ فلان او الشيخ فلان والراقي فلان، تتبع الرقيه ديالهم وهي مسكينه مبتدئه. فلذلك شوف الى ضبطوا الكلام ديالي، اول اعتذار ضبطوا الاخوات والاخوان اللي كانوا مضمسكم متابعينا، فهي كتشوف فيديو وشوف شوف ربيع وابو يحيى داك الفيديو طلب منها ودخل صافي صافي، راه بمجرد ان دخلت له غيجي الابوني عندك خلاص. يعني سبحان الله يا شيخ الحبيب، منذ ان تكلمت عن المغرب ولقاك المغرب المشعوذ كما تدعون صعدت القناة عندك إلى 44، فكل من يريد أن يصعد يتكلم. أنا أطالب رقات أندونيسيين ورقات مصر حي هذا الهي يتكلم عن المغرب، فهم ربما في الإشارة الأولى كلما تكلموا كلما تكلموا صعد. شوف يا شيخ المستعد يا شيخ نحن والله شوف حتى والله أنا أحب الشيخ أنا وقعتهم في مشكلة صح صح لكن قلت كلام والله لم أقول كلام يخالفك حبيبي قلنا نحبوه الحمد لله جلسة أنا طلب الفيديو
فانا لا اتهم الشيخ باي شيء لكن نقول الكلام كلام كلام اهل العلم. السلام عليكم ورحمه الله.